عندي مالك سلام السلام عليكم. بيرا 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 هو المراسل متاعي انت وهاي الكاميرا انت يودي انا اخويا نطلب فيك معاك هذا البيرو هذا اللي واقف فيه هنا اسمعني واضح اوكي ما قلت ليش تبي حاجه ليش ليه طبعا حسب المغني احنا لقينا فيها ثلاثه اشخاص هذه قالت احنا مش احنا ولاد الجمعيه احنا رانا جماعتك النواد هكا الصحيفه الالكترونيه اربعه هما معاهم صحافي بالكاميرا مين مع بعضكم انتم ما كانش معنا في اللوكال هي ماهيش قناة هي صحيفة إلكترونية موقع إلكتروني اسمه نواد فيهم طرف هذوما اللي هو السي محمد مالك خضراوي واضح هنا محمد مالك خضراوي لانديكاسيون جات اللي هو يصور هو عنده الكوموند هو اللي يصور بالكلاباري هذيك اللي صايبها خرجها من البيرو. السلام عليكم. معايا. انا. السلام. هذاك موضوع الباساج هذاك فما واحد يخدم في فاكتوس ولا شنيا حاسينو ماخو كار فاكتوس متعدي. مش يخدم معاهم هو. هو الوقفه مش راكب في الكار مروح ولا ماذا بيه كار تيس تيس شبيه هو شبيه شنو شبيه راكب ايه خويا عليه تعمل هكا انت في بالك طالع فوق تصور ما نهبطك ما نهبطكش الاخر هو طلع من غادي واش نزيد ربي خويا حيحي لك والله ما نعرف حاسينه في ناش الحديقه ربي خلي لك خويا فما وقت اللي متعدي هذاك 1500 الاخرانيين ايش عملنا تو؟ نحن خدمة أخوي رانا محمد أخوي إحنا ما نوصل كل جمولات حاشيك وما شو يخدم هو واحد يوصل له اليوم بارك الله عليكم هذا خرجت البرونجو كما أقول أنا رئيس تحرير الموقع وي حسين محمد تعرف دعوة على نويت أنا تم القبض على تم القبض على نافس القبض مالك الخضراوي مع الحزوه لسنتين باش يحكوا معاه وزي ما انا جاتهم معلومه من عند مخبر يقول انه فما شكون قاعد يصور في صحن طائر على مستوى شارع حبيب بورقيبه